بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعينا ومستمعينا الأفاضل، تحيتنا متجددة بتجدد انطلاقاتنا وتحدياتنا على أرضية هذا الميدان، ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة، لينطلق شوطنا 12 والذي يحمل في طياته وكشوفاته الحول المهجنات الأصايل من فئة الإنتاج. نتمنى التوفيق دائما لجميع المشاركين من خلال هذا الحضور وهذه المنافسة العملاقة والجميلة التي يشهدها الميدان وتشهدها المكان وتسير من خلالها الركبان، لينطلق مباشرة إلى المركز الأول وإلى الصدارة وإلى مقدمة هذا الشوط. هنا أجد على المقدمة هي ريما لخليفة بن أحمد بن سيف الرميثي، بينما تأتي بالمركز الثاني اليمامة. اليمامة تأتي على المركز الثاني في هذه اللحظات، هنا بشعار وانطلاق وتحديات ومنافسات المركز الثاني من اليمامة حمد بن عبد الله بن خزام العامري، بينما المركز الثالث وصلت فيه في هذه اللحظات وتحركت هنا وجدان سيف بن علي بالضحاك الشامسي، بينما المركز الرابع هذه القادمة وضحال محمد بن مسفر بالقوبع المنصوري، بينما المركز الخامس خامس المراكز تحركت هناك مزنة ناصر بن يعان بخلفان الشامسي. يأتي مع المركز الخامس، بينما المركز السادس هنا الانطلاق في هذه اللحظات من طيف لعلي بن حمد بن علي بن محمد النعيمي، يأتي مع طيف وانطلاقتها ومنافساتها الجميلة من اللي وصل وصلت في هذه اللحظات. هذه أمجاد لعابر بن خلفان بن محمد الهاملي، يأتي من خلال هذا الحضور وهذا الانطلاق المميز من تحديات هذا الشوط ومن منافسة هذا الأداء الكبير على أرضية هذا الميدان في منافسة هذا الشوط وتحديات هذه المنافسة. هناك طيف مع علي بن حمد بن علي بن محمد النعيمي هنا في هذا التحدي وفي هذا الانطلاق. المركز التاسع وصلت الغزيل لمحمد بن سهيل بن وديمة العامري، بينما المركز العاشر فهذه انذار محمد بن حمد راعي الشيجة العامري. هكذا مشاهدينا الاعزاء منافساتنا وتحدياتنا والصراع من اجل الفوز ومن اجل الانتصار هنا على ارضيه عاصمه ميادين سباقات الهجن ميدان الوثبه. لكني بعود الى المركز الاول، بعود الى الصداره لاتابع ايضا هذا التحدي وهذا الانطلاق من منافسة هذه الأسماء الكبيرة والعملاقة التي تسير في أرضية هذا الميدان وتقدم ما هو جديد ومفيد واندفاع كبير وعملاق. هنا في هذه المنافسات المتميزة والرائعة والجميلة أعود هنا إلى المركز الأول وإلى الصدارة لأجد هنا ريمة خليفة بن أحمد بن سيف الرميثي، يأتي مع المركز الأول وينطلق إلى صدارة هذا الشوط. أما المركز الثاني في اليمامة قادمة لحمد بن عبد الله بن خزام العامري. أنتقل إلى أمجاد بالمركز الثالث، عابر بن خلفان بن محمد الهاملي يتواجد هنا في هذا المستوى الجميل، بينما المركز الرابع فوصلت فيه هناك وجدان سيف بن علي بالضحاك الشامسي، يأتي هنا على المركز الرابع وخامسا مع وضحى محمد بن مسفر بالقوبع المنصوري. ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء الذي تتميز به هذه الأسماء وتنطلق بهذه الشعارات. انتقل للمركز السادس، فمن أجد الواصل؟ وصلت الغزيل محمد بن سهيل بن وديمة
العامري يتواجد هنا في هذا التحدي وفي هذا الانطلاق، بينما المركز السابع هنا الوصول وهنا الانطلاق المميز هنا من خلال هذا الحضور وهذا التحدي الممتاز. وصلت انذار، انذار يا انذار يا انذار القادمة في هذه اللحظات، يقدمها محمد بن حمد رعشيجة. العامري تاسع المراكز هنا في هذه الانطلاقة وفي هذا التحدي، والمركز الثامن عفوا، تأتي هنا طيف علي بن حمد بن علي بن محمد النعيمي، وتاسع المراكز مع انطلاقة مزنة ناصر بن يعامة خلفان الشامسي، وعاشر المراكز هنا في هذا التحدي وفي هذا الانطلاق وصلت محنة أمضفر بن محمد بن خموشة. العامري وصل راعي سوقه، بدأ يدفع هنا بهذا الاندفاع كما أيضا قدم لنا النهضة، يقدم لنا انطلاقة محنة. الله الله الله، المنافسات مميزة ورائعة للغاية في هذا الشوط، والتحديات مستمرة هنا بهذا الانطلاق. لكني بعود إلى المركز الأول، بعود إلى صدارة الشوط، إلى مقدمة الأداء هنا في هذه المنافسة المميزة في هذا التحدي الكبير والعملاق. أعود إلى صدارة الشوط هنا، إلى ريمة على المركز الأول وعلى الصدارة وعلى مقدمة الشوط. يتقدم هنا مالك ريمة خليفة بن أحمد بن سيف الرميثي. ركز يا الرميثي وتابع الأداء الكبير مع هذا الشوط ومع هذا الإبداع المميز هنا في هذه الانطلاقة. من اللي وصل على المركز الثاني؟ هذه أمجاد عابر بن خلفان بن محمد الهامري وصل، وهاري الظفر يقدمون الجديد والمفيد هنا في هذا التحدي. ثالث المراكز هنا في هذه اللحظات الجميلة والتحديات الرائعة. هنا في هذا التحدي وفي هذا الانطلاق المميز على المركز الثالث اليمامة، اليمامة هناك هذا الانطلاق الجميل وهذا الانطلاق المميز. هنا في هذا الاندفاع على المركز الثالث والانطلاق مع اليمامة، حمد بن عبد الله بن خزام العامري. بدأت المنافسة، بدأ الصراع، لكن يعود إلى ريمة على المركز الأول وعلى الصدارة الأولى. تتقدم ريمة، يقدمها زايد بن خليفة بن أحمد بن سيف الرميثي. ركز يا زايد، تابع على أداء الكبير، تابع الإبداع المميز. الشوط يحمل المتعة، يحمل الإثارة، يحمل الإبداع، يحمل القوة. لكن المركز الثاني أمجاد يا الهاملية، عابر بن خلفان بن محمد الهاملية. أنتقل للمركز الثالث هنا في هذه الانطلاق. من اللي وصل؟ وصلت الغزيل محمد بن سهيل بن وديمة العامري، بينما المركز الرابع رابع المراكز القدوم من وجدان سيف بن علي بالضحاك الشامسية، بينما المركز الخامس هذه القادمة وصل الشاعر، وصل محمد بن مسفر بالقوبع المنصوري. يا المنصوري يا المنصوري يا ابو سلطان يا ابو سلطان، يقدم لنا وضحة. لكني بعود إلى الرميثي، بعود إلى أبو زايد، بعود إلى خليفة بن أحمد بن سيف الرميثي. من يقدم لنا ريمة؟ من يقدم لنا ريمة؟ الله يا ريمة يا ريمة يا ريمة يا ريمة. ركز يا زايد يا بن خليفة، ركز على الأوامر، ركز بالأوامر. تابع الإبداع، تابع الشوط. الجماعة قادمين وعابر بن خلفان الهاملية أول القادمين. بدينا بالسرعة،
هناك مع هذا الابداع مع هذا الانطلاق بقيادة سعيد بن عبيد الوهيبي يتابع انطلاقات امجاد مع الهاملية. المركز الثالث وصلت الغزيل محمد بن السيل بن وديمة العامري. المركز الرابع وضحى محمد بن مسفر بن قوبع المنصوري. يهو شوط يهو ابداع يهو انطلاق. الكيلو الخطير الكيلو المثير ولعت المنافسة ما بين الرميثي ما بين الحاملي. المنصوري قادم الشاعر قادم بو سلطان وصل في هذه اللحظات يقدم لنا وضحى. لكن الرميثي طار الرميثي أبدع يقدم لنا انطلاقة ريمة خليفة بن أحمد بن سيف. الرميثي بالسلام بالإبداع بالانطلاق يطير هنا مع هذا الاندفاع الجميل. إذن لكن وضحى قادمة محمد بن مسفر بن قوبع المنصوري بو سلطان في كيلو الامتحان يقدم لنا شعاره مع انطلاقته وضحى كما قدم العنود في الاشواط المفتوحه ياتي بانتاجه الفاخر. سلام بو سلطان سلام الشاعر سلام على فوز وضحى محمد بن مسفر بالقوبع المنصوري. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني ريمة خليفة بن أحمد بن سيف الرميثي. المركز الثالث وصلت فيه أمجاد عابر من خلفان الهاملي. المركز الرابع محنة مظفر بن محمد وخموش العامري. المركز الخامس كارت الغزيل محمد بن سيد بن وديمة العامري. إذا متابعينا الكرام الفوز والنقطة الثانية ذهبت من نصيب محمد بن مسفر بالقوبع المنصوري. بو سلطان قدم لنا العنود في شوطنا العاشر وأتى في هذا الشوط بوضحى ليكون الحاضر والمتوج بناموس هذا الشوط مع وضحى محمد بن مسفر بالقوبع المنصوري. تهانينا لك يا أبو سلطان على هذا الإبداع الكبير والتوقيت الزمني هنا في هذا الاندفاع المميز والانطلاق الجميل. يتحطم التوقيت في هذه اللحظات 12 دقيقة 37 ثانية بالوفاء والتمام والكمال والتوقيت الأفضل. تهانينا على هذا الفوز والانتصار لمالك وضحى محمد بن مسعود القوبع المنصوري. المركز الثاني 12 دقيقة 39 ثانية جزءا واحدا من الثانية. تهانينا لمالك ريمة خليفة بن أحمد بن سيف الرميثي ومشكور يا زايد يا بن خليفة يا ابن احمد الرميثي على متابعتك ما قصرت ابدعت وتميزت. المركز الثالث 12 دقيقة 43 ثانية بالوفاء والتمام. هنا امجاد اتت لعابر بن خلفان بن محمد الهاملي من اتى بالمركز الثالث. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.